مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة للراصد. في هذه الحلقة العديد من الموضوعات، لكن قبل أبدأ عناوين حلقة الليلة دائما أذكركم بحساب الراصد على تويتر الراصد، وأيضا الرقم الواتساب الظاهر أمامكم على الشاشة. هذا أيضا نستقبل من خلاله مشاركاتكم ومقترحاتكم لكل حلقاتنا في كل يوم. نروح لعناوين حلقة الليلة. برعاية الملك اختتام منورات درع الخليج المشترك بحضور عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة. خريجات التدخل المبكر بلا تصنيف ولا توظيف والمتخرجات بين التعليم والخدمة المدنية حائرات. ونشوف في حلقة الليلة أيضا دورات السيارات تحديدا شمال الرياض تسهل الحوادث المرورية، فلا تنظيم ولا التزام من قبل قائدي المركبات. الحلوة بالجوف تجذب الزوار في دومة الجندل. واليوم معانا قصص من نجاحات الطلاب السعوديين وقوة تأثيرهم، حضرت في منصة مشارب بإسكتلندا. رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية فعاليات ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد بحضور عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين. هذا التمرين استمر لمدة شهر كامل، يهدف هذا التمرين لرفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك بين الدول. ينضم لي بالاستوديو اللواء عبد الله القحطاني المختص بالدراسات الامنيه والاستراتيجيه، حياك الله سعاده اللواء. مساك الله بالخير. انا ما ابغى اتكلم اول شيء عن التمرين هذا كثر ما ابغى اتكلم انت كرجل كنت في الميدان يوما ما، ايش يمثل حضور الملك لعرض عسكري كبير زي العرض هذا؟ اهميه هذا الحدث العظيم في هذه المناوره الكبيره جدا التي حقيقه يقودها خادم الحرمين الشريفين، هو من أمر بهذه الاستراتيجية، هو من أمر بهذا التمرين الكبير، هو من وافق على قيامه، هو من حضر إلى أرضه وشاهد مجرياته، وهو بالتالي يقدم عليهم خادم الحرمين الشريفين من قمة سبقت هذا المكان وهذا الحدث الكبير. وبالتالي هذا التمرين العسكري الكبير وهذا الحشد لهذه الأسلحة ولهذه المعدات ولهذه العقائد ولهذه الثقافات المختلفة على أرض المملكة العربية السعودية يشكل نجاح ويشكل عمل إبداعي جديد في سجل المملكة العربية السعودية، في سجل قواتها المسلحة، في سجل قواتها العسكرية، في سجل الفكر الاستراتيجي السعودي السياسي والعسكري والمعنوي على كافة المستويات. نحن نشاهد حاليا هذه العقائد العسكرية وهذه الجيوش المختلفة وهذه الثقافات المختلفة وهذه الـ 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 العمليات المختلفة من دول مختلفة تجمع في مكان واحد وتصاغ في مكان واحد وتقاد بقيادة المملكة العربية السعودية، وبالتالي هذا نجاح سعودي باهر، ليس من السهل أن يقوم مثل هذا العمل أبدا. إيش معنات أنه القمة العربية وبعدها هذا التمرين المشترك؟ إيش الدلالات اللي تدل عليه وحتى قوة هذا التمرين؟ أولا هذه هي المملكة العربية السعودية، أصبحت في شتى الميادين تقوم بما يخدم المنطقة ويخدم السلم العالمي ويخدم الأمن القومي العربي والإقليمي. وبالتالي بالأمس كنا في قمة عربية ناجحة بكافة المقاييس أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين قمة القدس الشريف، ونحن في اليوم التالي نشاهد قوات عسكرية يحضرها خادم الحرمين الشريفين بهذا الحجم وبهذا النجاح. هنا نستطيع الربط بين هذا الحدثين الكبيرين، الحدث السياسي بما فيه من مخرجات مختلفة وهذا الحدث العسكري الأمني بما يمثله الطرفين أو هذا الالتقاء بين هذا الحدثين من رسائل مختلفة للداخل وللخارج. الأهم هو للخارج، أن المملكة العربية السعودية، أن قيادة المملكة العربية السعودية، أن جيوش المملكة العربية السعودية تقوم وتسعى إلى بناء تحالفات للسلم ولبسط الأمن ولمحاربة الإرهاب. ليس هذا فحسب،
ولكن المملكة العربية السعودية بقواتها المسلحة وبفكرها الاستراتيجي استطاعت أن تأتي بالعالم لغات مختلفة، جيوش مختلفة، أماكن مختلفة، وتضعها في مكان واحد، ثم تصيغ هذا العمل بعمل مشترك يقوده جهة واحدة وينفذ على أرض الميدان. تفاهم وتناغم رأينا هذا اليوم في هذا الميدان وفي هذه العروض، انسجام تام، لم نرى خطأ لا 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 صغير ولا كبير، رأينا إبداع. بكم الدول المشارك، بكم العسكريين اللي موجودين، ما صار خطأ واحد أبدا، بل كان إبداع، كان إنجاز، كان تناغم شديد، كان حتى الحضور كان يليق بهذا المقام. خادم الحرمين الشريفين وضيوفه، من تبقى من قادة الدول العربية الذين شاركوا في القمة العربية، قمة القدس، وكذلك الدول الأخرى التي أتى وزراء دفاعها ورؤساء وزرائها وممثليها وحضروا هذا الاحتفال. المكان حقيقة كان حتى له رسالة أخرى، المكان على ضفاف الخليج في 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 الضفة الغربية من الخليج العربي، تقول لأعداء المنطقة، تقول للثورة الإرهابية الإيرانية بكل وضوح، نحن هنا، نحن دعاة سلم، نحن لن نسمح لكم بالاعتداء على المنطقة، نحن لن نسمح لكم بتجييش المنطقة، نحن لن نسمح لكم بتخريب المنطقة بحارها وأجوائها ونسيجها الاجتماعي، لن نسمح لكم بهذا. نحن في الميدان لسنا وحدنا، المملكة العربية السعودية نعم هي تقود وتفكر وتخطط، ولكن المملكة العربية السعودية لا تقف في الميدان وحدها، معها العالم، العالم العربي، العالم الإسلامي، العالم الحر الذي ينشد السلام يقف مع المملكة العربية السعودية في هذه المناورة وفي هذا التمرين. 4 جيوش من أعظم الجيوش في العالم اللي هي؟ التي حضرت في هذا التمرين، من ضمنها دول متقدمة جدا. صحيح. هناك جيوش تعد من الأولى في العالم. صحيح. الجيش التركي موجود وهو يصنف من أقوى الجيوش في الناتو كقوات برية، وبالتالي نحن نتحدث عن قوات عالمية حضرت على أرض المملكة العربية السعودية، نفذت تمرين نوعي، كان النجاح باهرا، كانت القيادة مميزة، كان حضور خادم الحرمين الشريفين يعطي هذا الحدث ما يستحق. وجود عمليات في الجنوب، وجود هذا التمرين في المنطقة الشرقية، بصراحة لو في دولة عندها العمليات اللي موجودة على الحدود الجنوبية، هل تستطيع أنها تسوي زي هذا التمرين وتعمل مثل هذا العمل متقن؟ يصعب جدا أن يقوم بها بأحد بمثل هذا العمل، ليس هذا فحسب أستاذ عبد الله، المملكة العربية السعودية لديها تمارين أخرى جانبية تجري يوميا في كافة مناطق المملكة، المملكة العربية السعودية لديها عمليات في الجنوب، ولديها عمليات لمنع المعتدي في الذي يرسل الصواريخ إلى أرض المملكة العربية السعودية بالداخل، والمملكة العربية السعودية تقود تحالفات عربية وإسلامية لمكافحة الإرهاب، المملكة كذلك في ثنايا هذه الأحداث تقود أعظم موسم وأعظم حشد بشري على وجه الأرض، الحجاج، الحج السنوي الذي تسخر للمملكة العربية السعودية قواتها المسلحة، قواتها الأمنية، رجالها، نساءها، وهي في ذات الوقت تقود تمارين، تخطط لتمارين أخرى، تقود عمليات عسكرية ضد الحوثي، تقود عمليات أعظم من هذه كلها، محاربة الإرهاب. المملكة العربية السعودية تحارب الإرهاب في كل مكان، داخل المملكة وخارج المملكة، بالقوات المسلحة، بالقوات الأمنية، وهناك أعظم من هذا، بقوات الاستخبارات. المملكة العربية السعودية توفر لديها جيوش من الاستخبارات، يتوفر إليها لديها بنك من المعلومات، أصبحت مخزن أو خزان أو بنك لمعلومات العالم. القارة الأمريكية والقارة الأوروبية أصبحت تعتمد على ما يوجد لدى المملكة العربية السعودية من معلومات في جانب مكافحة الإرهاب. نتكلم عن رؤية الناس، واليوم الحماسة الكبيرة شفناها في مواقع التواصل الاجتماعي، شفناها في حديث كثير من اللي تلتقيهم، أنه يعني إيش اللي قاعد يصير، شغل عظيم جدا، مفخرة للبلد، مفخرة أمام العالم اللي الرجال هذول سطروه اليوم. شعب المملكة العربية السعودية يقف خلف القوات المسلحة، يقف على يمين الملك، يقف على يمين سمو ولي العهد، وبالتالي هذا الشعب العظيم هو أول من يفتخر بهذا العمل. وهذا العمل هو ثمرة لإنجاز هذا الشعب الأبي السعودي العربي الأبي الذي لم يتأخر يوما عن الواجب. هذه الإنجازات هي مفخرة للجميع، والشعب في المملكة العربية السعودية هو خلف هذه الإنجازات بقيادة خادم الحرمين الشريفين. العرب حقيقة، وهذا للإنصاف، العرب أصبحوا يفاخرون ويفتخرون ويأمنون ويطمئنون بما تنفذ المملكة العربية السعودية. وأؤكد لك مما نرى ونشاهد ونتابع، الشعوب العربية تتابع ما تفعل المملكة العربية السعودية على كافة الصعد،
على الصعود الأمنية والصعود العسكرية والسياسية وعلى مجال العلاقات الدولية وفي مجال التنمية الشاملة التي تنعكس عليها مباشرة. المملكة العربية السعودية تقود حاليا المنطقة والعالم العربي والإسلامي، ليس لم تسعى إلى هذا الشيء، لكن هذا هو قدرها، قدرك هذه مسؤوليتها. نعم، قدرك أنك دولة كبيرة، والمملكة العربية السعودية لن تتخلى عن واجباتها. واجبات المملكة العربية السعودية لا تتخلى عنها المملكة. ولاحظ أخي عبد الله، المملكة لا تلوم أحد، لا من الأشقاء القريبين ولا البعيدين. من استطاع أن يتعاون معها في هذا المجال فهي ترحب به وتشكره، ومن لم يأتي أو تعذر أو لم يستطع أو لم يريد، فالمملكة العربية السعودية لا تتقهقر ولا تتراجع، تقوم بواجبها، تفعل ما يملي عليها ضميرها وشرعها الإسلامي. هل هذه التحالفات ستضعف الإرهاب وداعمي الإرهاب ومموليه مثل وجود هذه التحالفات العسكرية والأمنية بين هذه الدول تحت مظلة المملكة؟ بل لقد أضعفتها عمليا. نحن نشاهد حاليا انكفاء للإرهاب في كل مكان. نحن نرى حاليا الحوثي، ليس الحوثي، المشروع الإيراني في اليمن أصبح الآن في تراجع. المشروع الإيراني في المنطقة حاليا أصبح يضمحل، أصبح يتراجع للوراء، أصبح العالم في مواجهة إيران. المملكة العربية السعودية، وهذه نقطة رئيسية جدا مهمة، المملكة بهذه الجهود وبهذه التحالفات استطاعت أن تضع العالم في مواجهة الإرهاب. من الذي خلف الإرهاب في المنطقة؟ الجمهورية الثورية في إيران هي خلف هذا الإرهاب. صحيح. وبالتالي هذه الجهود السعودية بهذا الفكر السياسي، بهذا التعب، بهذا الظنى، بهذا الصبر وبهذا النجاح، استطاعت أن تجمع العالم في أماكن معينة في المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب، لتجفيف منابع الإرهاب، لوضع الأصبع على الجرح كما يقال، وليقول هؤلاء هم من يمول الإرهاب، وهؤلاء هم من يدعم الإرهاب، وهؤلاء هم من ينفذ الإرهاب. وبالتالي هذا نجاح باهر، أن تنجح سياسيا وأمنيا وعسكريا وفي على مستوى التمارين العسكرية في آن واحد. هذا حقيقة لا تقوم به إلا أمم، ليست فقط دول، لا يقوم به إلا أمم وشعوب ودول ناجحة ومميزة. لواء عبد الله القحطاني، واحد من رجال القوات الجوية، يعطيه العافية، لكن أنا بقول شغلة، أنه غيرتك على القوات الجوية دائما وحديثك عنهم فيه فخر كبير جدا على هذا القطاع اللي عملت فيه في يوم من الأيام. أنا شاكر لكم مقدر، وأيضا القوات الجوية اللي خرجتنا أحد الرجال الأفذاذ زيك، وأنا ممنون لك لحضورك اليوم. شكرا لك، وشكرا لهذا الشعب العظيم وهذه القيادة العظيمة. شكرا لك يا سيدي. هم من صنع القوات الجوية. الله يكرمك. شكرا لك، تشرفت فيك. أعطيك العافية. الله يحفظك. شكرا سيدي. انطلقت في الجوف قبل أيام برعاية أميرها بدر بن سلطان بن عبد العزيز النسخة الخامسة لمهرجان التمور بمحافظة دومة الجندل، واللي تحمل معها فعاليات ومعارض مختلفة للشباب والأسرة بشكل عام بمشاركة واسعة من المزارعين. المهرجان كيف كان وش اللي صار فيه في هذا التقرير؟ لم يعد مهرجان التمور بمحافظة دومة الجندل مهرجانا زراعيا فحسب، بل تعدى ذلك إلى النواحي الاجتماعية والثقافية والترفيهية، وهو يخطو هذا العام خطوته الخامسة منذ طلاقته قبل 4 أعوام. ويأتي الاحتفاء بشجرة النخيل لتسويق عشرات الأصناف من التمور سنويا، أشهرها حلوة الجوف بمشاركة 60 مزارعا في نسخة المهرجان هذا العام. احنا طبعا تعرف المهرجان مهرجان المبيعات التمور، ولا بد يكون فيه هناك نقاط جذب معينة للمهرجان. سعينا أنه يكون فيه بعض المواقع الترفيهية، بعض المواقع المساندة لمظلات بيع المزارعين، لأنه بالنهاية اللي يجي للموقع يجي يشتري تمور ويمشي، فلا بد أن يكون مهرجان للعائلة كاملة.
بدون أي مخالفات. وتتسيد حلوة الجوف أنواع التمور المعروضة في المهرجان والتي يتم إنتاجها بطريقة خاصة بعيد المزارعين. عندنا طبعا منطقة الجوف تشتهر بالحلوة. الحلوة الحمد لله فاكهة صيفية وجبة شتوية، بالصيف فاكهة لأنها بلح تأكل وتأكل منصوف تمر حلو وأيضا نكنزها. طريقة الكنز بعد ما يستوي التمر نقوم بقطف النخلة ونغسل التمر نحطه على مناخل حتى ينشف المية ونقوم بطريقة الكنز. الكنز عندنا عدة طرق، في ناس تكنزه طري في نسبة مية علشان يأكل منه مربعانية أشتاء، من مربعانية أشتاء سبحان الله يظهر التجريش عندنا. نختلف عن مناطق المملكة الأخرى، مناطق المملكة يجلس سنة حتى يظهر التجريش والتدبيس، احنا خلال الثلاث شهور بمنطقة الجوف يظهر عندنا التدبيس والتجريش. هذه ميزة منطقة الجوف وبحلوة الجوف خاصة. ويتنافس مزارعي التمور في المهرجان الخامس هذا العام على جائزة أمير الجوف للتمور بمراكز عدة وبقيمة إجمالية تقدر ب 300,000 ريال. لبرنامج الراصد عبد الرحمن الإبراهيم، الجوف. طيب، استاء السكان اللي في شمال الرياض من كثرة الدوارات المرورية، هذه تسبب اختناقات مرورية كبيرة لا سيما في أوقات الذروة، يعني قبل الدوام وبعد الدوام. هذه ازداد فيها عدد السيارات المارة على هذه الطرق وسببت ازدحامات تعطيل الحركة، بالإضافة إلى أن الكثير منهم أفضلية المرور بهذه الدوارات للشخص اللي يتهور أكثر. هذا كان في ظل غياب الوعي الكافي من بعض قادة المركبات واحترامهم لنظام المرور اللي يعطي أفضلية المرور لمن هو بداخل الدوار. ينضم لي في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ حماد الساري. حياك الله استاذ حماد. يا هلا والله استاذ. هذا الموضوع تطرقت انت في احد المقالات. صحيح. وحنا شفنا الموضوع وقلنا الافضليه بالدوار للصامل اولا. صحيح. اللي يخش قبل الثاني. اللي قلبه قوي. اي، خش ولا عليك. خش ولا عليك. طيب، ليش الدوارات صاير هذا وضعه؟ الدوارات هذه وضعت في البدايه لان الاحياء كانت قليله السكان. فكانت على اساس انها توفر وقت. صح. الان السكان الاحياء ازدحمت والدورات باقيه زي ما هي، فيحصل فيها تزاحم في اوقات الذروه الصباح او الظهر او وما في شيء اسمه، بعض الناس يعني ما يحترم شيء اسمه افضليه المرور في الدوار لانه الكل يدخل ولا في مخالفه. ترى ما اذكر اني شفت مخالفه مروريه انك انت رجال جيت خطمت على هالدوار واخذت. لا ما في مخالفه يعني الا الحريم اللي معهم سواقين تلقاها مسكينه قبل. صحيح. الدوار بكيلو، انتبه لا تخش، انتبه لا. اي صحيح. صحيح، بعض السواقين شوي يتردد في الدخول ولذلك ممكن يتسبب حادث. تسبب في حادث، لما تسبب حادث هذا اعتبر نفسك قاعد لك 40 دقيقه الى نص ساعه واقف. تعطيل اخر. نعم، وتتراكم السيارات لانها اربع مسارات، اربع طرق. خليني اتكلم انا بس انه الاخ حماد تكلم عن شمال الرياض، ترى هذه المشكله ليست فقط في شمال الرياض، موجوده. صحيح. في كل المملكه. أنا حتى اذا رحت احيانا جده تشوف انه الدوارات ماشي واحد بسرعه 100 يخش الدوار من الجنب ويطلع. صحيح. طيب، هذول ما لهم مخالفات؟ ما هي مخالفات؟ المرور في النشرات الاخيره قال انه حيضعوا مخالفات، يمكن اتكلم هذا من شهر. ايوه. الى الان ما وضع مخالفات. والافضل وضع اشاره على اساس تعرف انه واحد انت متى طالع متى نازل. شيخ، الاشاره بعد زحمه ثانيه. بس على الاقل استاذ عبد العزيز عارف متى طالع ومتى داخل. اي، لان تثبت وضعك، عارف متى طالع ومتى داخل. الان انت ما الناس تدخل الدوار ما هي عارفه هو بيطلع ولا مو طالع. شوف، خلينا نشرح على هالدوار فرضا. إيه؟ الدوار هذا فرضا، شوف السيارات شلون خاشه. شوف السياره. صح. اللي ورا السوداء. صحيح، داخل. شوف. نعم. ايه، شوف الجمس في الدوار. الجمس في الدوار وهذاك داخل عليه. وهذا يدخل عادي. صحيح. ادخل انت من الطرف ولا عليه. صحيح. ايه، يدخل ياخذ الزاويه من الاول من بعيد. ايوه. صحيح. طيب، ولا حقيه ايضا للي ولا حقيه لمن في داخل الدوار. لكن الحقيه في هالدوار وغير من الدوارات للمتهور اولا. للمتهور ولا نعم ونسبق لبق. شوف الان هذا واحد من الدوارات الان. صحيح. شوف هذا شلون طالع من الدوار، السياره البيضاء طالع. ايه من الدوار. نعم. كان مفروض والسياره السوداء ذي بيجي يخش عليه. صحيح، وبعض الناس مشغول في الجوال ممكن يدخل عليه ويصدمه بعد. طيب، وش الحلول المقترحه غير الاشارات؟ الحلول وضع جسور انفاق
يعني فكنا من الدوارات، اهم شيء فكنا من الدوارات، لان الناس ما راح تتقيد فيها ابدا، لان الزحمه كثيره اللي داخل الدوار بيمشي، بس اللي برا الدوار يقول لك متى وانا انتظر بعد. شفت لو تشوف دوار الاحساء على سبيل المثال خلاص في الاخير قالوا نبي نحط اشارات فكنا. صحيح صحيح. بعض الدوارات عندنا الدوار اللي هو شارع الليل العام، ايه؟ قبل نزاهه مع، ايه؟ مع تحت كوبري تخصصي، هذا اخطبوط مو بدوار، يدخل فيه 7 شوارع او 6 شوارع. صح. طيب هذا وين المرور عنه؟ وين الامانه عنه؟ طيب عشان كذا احنا معنا، ايه؟ المهندسه سماح بخش، مهندسه تخطيط مرور وسلامه. حياك الله اختي سماح. يا هلا مرحبا، كيف الحال؟ الله يعطيك العافيه. احنا نبغى نتكلم عن الله يسعدك، احنا لنا شرف بوجودك، لكن الحل في تصميم التقاطعات في الشوارع الرئيسيه عندنا هندسيا. احنا قاعدين نتكلم كلام انه يعني باللي قاعدين نشوفه، يا اخي حط لي اشارات فكنا. هندسيا ايش الحلول؟ المشكله انه احنا ما نقدر اي احد يقول احنا يعني تحط الحلول انت، ايه؟ من عندك او اي احد ثاني، هذه لها يعني معايير. ايه؟ طبعا احنا كمهندسين في هذه الحاله نيجي نشوف ايش هو سبب فشل هذه الدوارات. هل يرجع الى انه في طريق مثلا عليه ضغط مروري فتهرب هذه السيارات وتيجي على هذا الدوار، او انه في طريق اغلق فصار تكدس السيارات يجوا على هذا الدوار، صار تكدس عليه. في هذه الحاله انا اعمل دراسه جديده وافتح مثلا طريق جديد احول عليه الزحام فيخف اللود على هذا الدوار. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه يعني مثلا اسباب تكدس السيارات على هذا الدوار، هل يرجع انه يعني في السابق يعني اساس تنفيذ هذه الدوارات في السابق قبل 30 سنه كانت تستوعب الزحام في المنطقه؟ صحيح. مع مرور الزمن زاد عدد السكان فزاد الحركه المروريه فيها، ففشلت هذه الدوارات في انها تؤدي الخدمه اللي هي مطلوبه منها. ففي هذه الحاله اجي ارجع للماستر بلان لهذه المدينه، مثل مدينه جده او مدينه الرياض، اثناء تصميم هذا الدوار هل وضع في الاعتبار المشاريع الجديده هذه اللي نفذت خلال مثلا 15 سنه والان صارت سبب الزحام؟ هل لها تصريح لما انشئت موجوده في الماستر؟ اذا لا ففي هذه الحاله انا اعمل اعاده دراسه جديده للماستر بلان، واعمل في الاعتبار كل شبكه الطرق المحيطه بها واعمل لها حلول، مثلا انشاء زي ما ذكرت السابق طريق جديد يحول الضغط عليه، أو إني أعمل أبجريد لهذا الدوار. الأبجريد يكون بعدة طرق، إما إني أضيف إشارات مرور لنفس هذا الدوار، ما أشيل هذا الدوار بس أضيف إشارات مرور، أو إني يعني إذا ما كانت هذه حل عدد الزحام كبير أحول أزيل هذا الدوار وأحوله إلى إشارات مرور. مع إني ما أحب بصراحة، لازم نراعي المحافظة على الجوانب الجمالية للمدينة. صحيح. في هذه إذا فشلنا إنه إحنا يعني الإشارات هذه الموجودة على الدوار الأساسي ما أعطت نتيجة، أشيل هذه الدوار وأحوله إلى تقاطعات، إشارات في التقاطع، أو إني أعمل أبني نفق تحت هذا الدوار إذا كان الدوار تاريخي هذا والإمكانيات تساعد، أبني نفق تحته وأخلي هذا الدوار. طيب. وفي حل آخر رابع إني أبني جسر وأضع تحته إشارات، وفي هذه الحالة حشيل أنا الدوار. هذه من أبرز الحلول. أيضا إذا كنا بنقول من ناحية أخرى إني أنا أبغى أحافظ على جمال المدينة وأحافظ على هذه الدوارات، أعمل تحويل للزحام إلى مناطق أبعد، بإني أبني مدن جديدة سمارت سيتي خارجية وأزودها بكل الفاسيلتيز والخدمات. صحيح. بإني أخلي الزحام يعني إن هي تستوعب السكان اللي فيها فيخف الضغط على هذه الدوارات أو المدن الأساسية. صحيح. فأنا أعمل أب سكيل للمدينة وخليها تتوسع هوريزونتلي. طيب. بدل ما هي تتوسع فيرتيكلي. طيب. أما إذا كانت المشكلة مشكلة سلوكيات للسائقين فأنتم تكلمتم ما شاء الله وغطيتوا. لا لا احنا بنتكلم على السلوكيات، هي مشكلتنا في السلوكيات. لكن أنا شاكر لك، أول مهندسة سعودية نفتخر فيها صراحة بعملها في تخطيط المرور والسلامة. شكرا جزيلا لك أختي المهندسة سماح بخش، يعطيك العافية. أرجع لك أخوي حماد، كل هذا الكلام اللي هي تقوله أنه إذا كان قائدي المركبات متعاونين. صحيح. بس كل الكلام ما له قيمة إذا كان إحنا كقائدي مركبات غير متعاون، ما عندنا انضباط إذا دخلنا الدوار. صحيح. صح؟ صحيح. يعني أي تخطيط بتسوي ترى بيفشل أمام القائد اللي بيدخل بالطريقة هذه.
على الأقل أخف في شوي يعني أن وضع الدورات الآن يساعد على التهور ويساعد على أنه الشخص يتجاوز، لكن لما أضع إشارة ما يقدر يتجاوز. لا ممكن حتى بعد في اقتراحات ثانية أنه اللي هي الصبات اللي تكون أو الصبات طريق يستمر يمشي قدام. صحيح. وفي مداور بعدين. وفي مداور بعدين. يعني في واحدة من الصور لو تجيبونها الشباب اللي فيها صبات أشوف. موجودة صبات وفيه طريقة الصبات هذه تحد انه ما عاد حد يستمر يمشي قدام. نعم. واذا بغيت ترجع في مداور قبل الدوار. صحيح. او بعد طيب الدوار. ليش نلتزم؟ هذا السؤال ما كنت والله بسأله، بس عاد ليش احنا اذا طلعنا نلتزم واذا جينا هنا ندخل على الناس بهالطريقة؟ لانه برا الانظمة في انظمة صارمة، هنا لا. احنا عشان كذا قلنا لسامي شويرخ من المرور قلنا لهم اطلعوا معنا. إيه؟ بنروح وبنكلم وبنرجع. صح. ما الموضوع هذا يومي عندكم يعني الحق انتم اللي تزعجون انكم تطلعون على هالموضوع يوميا. انا اعاني منه يوميا. خروج وتشوف مشاكل في الدوار، ناس تتضارب وناس تتهاوش وناس تحمق على بعض، لانه انت رجال صدمتهم دخلت متهور عليه. اي ناس دخلت متهور عليه. إيه؟ واللي يلحقه برا الدوار يتواعده برا ويتهاوش وياه. غير اذا كان وهذا هذه مشكله الاسره، لما الاسره تبي تمشي من هالدورات والله العظيم بعض الحريم انها تقول فكنا منه راح من طريق طويل. صحيح. عشان السواق لك عليه. وهذا ما بعد جاء 10-10 بعد. اي بعد اذا جوي. ها بس انا اتكلم على السواقين بعضهم. بعض السواقين ما تعود في بلده على الزحمه هذه او التداخلات هذه. او دخول او دخولنا احنا على بعض. وبعضهم يخاف يقول لك والله هذا سعودي بيضربني يمكن، وانا مسكين سائق اجنبي ما ابغى ادخل معه في مشاكل، تلقاه يهدي ويسبب زحمه بعد. بس انا اظنك تهاوش على الدوار، لانك تطلع من الدوام زعلان. إيه؟ تلقى الناس عندك هناك والله احيانا. اخوي حماد السهل هذا مقال انت كتبته واحنا اخذناه. الله يجزاك خير. اذا كان له فضل في طرح هذا الموضوع احد فهو انت ومشاركتك وحرصك عليه. لا الفضل وحرصك على 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 منطقتك انها تطلع باجمل صوره. الله يجزاك. انا شاكر لكم مقدر اخوي حماد. يطول لي عمرك. شوفك على خير. يا هلا وسهلا. استودعتك الله. يسلمك. الله يحفظك. تعاني خريجات تخصص التدخل المبكر منذ أن تم تخريج أول دفعة إلى ثالث دفعة من دوامة عدم التصنيف، وفي تبادل لوم بين الجامعات ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم. يذكر أن هذا التخصص يهتم بتقديم خدمات التربية الخاصة لمرحلة الطفولة المبكرة لذوي الإعاقة والأطفال المعرضين للخطر. أوضحت الخريجات أن تخصصهم يواجه مرض التوحد ويراعي تلبية احتياجات الأطفال الأساسية والكفايات الأساسية للتربية الخاصة من مقاييس وبرامج تتناسب مع هذه المرحلة العمرية. عدد الخريجات كبير، لكن خير من يمثلهم واحدة من المتضررات من القضية هذه الأخت لطيفة التويم. حياك الأخت لطيفة. الله يحييك ويبقيك. نتكلم عن تخصصكم، أهمية هالتخصص وش؟ بس إذا تسمح لي أبدأ بداية. أنا أشكر لك المقدمة اللي لامست أكيد شجون الكثير من 700 خريجة من عام 1434 إلى وقتنا الحالي. جميلة كلمة متضررات، إحنا حقيقة الأمر متضررات. صحيح. لكن إذا يعني صح الوصف فإحنا مناضلات. إحنا عندنا رسالة نؤمن فيها بأهمية التدخل المبكر لمرحلة رياض الأطفال اللي هم من عمر 0-6 سنوات، وهذا الأمر اللي خلانا لا نزال نستمر بالمطالبة والمناشدة من جميع الجهات. طيب أنا بس أعرف يعني التدخل المبكر وش فائدتكم لهالأطفال؟ عشان بس نجي نقول للوزارات هذه شوفوا هذه فائدة هالمكان. يعني التدخل المبكر قد يحد من التوحد بشكل كبير جدا. صحيح؟ صح. طيب هو في مثل يقول لك الخير ما شهد به الأعداء. صحيح. صح؟ لكن احنا ان شاء الله ما احنا أعداء، لكن خلينا نقول إذا أقرت الوزارة برنامج يخدم التدخل المبكر فماذا يعني ذلك؟ أهميته. صبر صبر صبر. أيوة. وزارة التعليم. أيوه. أقرت برنامج. نعم. للتدخل المبكر في التوحد لأنه مشكلة عندنا في جميع الإعاقات. أي وأنتم ما أنتم فيه؟ لا
للأسف. مين اللي قاعد يدخل؟ الغير مختص. من هم الغير مختص؟ الغير مختص يعني مدرس علوم بيجي وتدخل مبكر؟ ممكن 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 معلمة من الصفوف الأولية ممكن، إذا مرة يعني حسن الاختيار فهي معلمة رياض أطفال، لكن هناك اختلاف بين رياض الأطفال والتدخل المبكر. والله شوفي أنا أحيانا بعض القضايا ما ودي أتكلم، يعني لأنه خلاص وزارة التعليم هذه أمانة، يعني الأطفال ذول أمانة والخريجات موجودات، اختبروهم بأي اختبار تبوا، سووا كل اختباراتكم. أنا معي دكتورة فوزية أخضر مدير عام التربية الخاصة بوزارة التعليم سابقا. حياك الله دكتورة فوزية. ايوه اهلين. هلا اذا جينا نتكلم على كمديره سابقه للتربيه الخاصه في الوزاره، هذا التخصص وش يمثل لكم؟ الواقع والحقيقه انا يعني فوجئت بانه يكون خريجات التدخل المبكر ما وجدوا وظائف للان. انا منذ كنت في وزاره التربيه والتعليم انذاك واحنا ننادي بهذا التخصص، هذا التخصص يخدم مجموعه كبيره من الاسر ويخدم التعليم وهو وقائي. كلمة تدخل مبكر تشمل حاجات كثير وإحنا في أمس الحاجة لهذا التدخل. مناطق المملكة، رياض الأطفال، المستشفيات، الأسر تدريبهم. غريبة أن يكون خريجات وما يلاقوا في طيب الوظائف. اللي الآن يدرسون في مدارس التربية الخاصة إيش تخصصاتهم إذا البنات هذولا برا؟ المشكلة عندنا في مشكلة يمكن اللي في مدارس التربية الخاصة تخصصاتهم إعاقات مختلفة. التدخل المبكر يشمل كل الإعاقات، المفروض أن يشمل كل الإعاقات. أنا كنت أتعاون مع جامعة الإمام وأعطي مادة التدخل المبكر. قد يكون شوية يمكن أحد أسباب اللبس هذا أنه المناهج ما كانت مثلا مهيئة. هم مو بس تعليم، ليش إحنا نقول وزارة التعليم؟ المفروض وزارة الخدمة تطلع لهم مسمى خاص لهذه للخريجين. الصبر دكتورة، معليش أنا بقول الخدمة المدنية غلطانين، ما عندي مشكلة، لكن أنا أنت الخدمة المدنية ماذا رفعت بهذا الشأن؟ صح. أي يعني الخدمة المدنية هم يعرفون في التعليم وأنتم ما تعرفون، مو صح. لا سبق التعليم تجي تقول ترى إحنا عندنا مشكلة في البلد، إذا سكتنا عنها بتكون الخسائر كذا وسيكون عندنا، وهذه مبرراتنا، فإحنا نبغى تعليم مبكر وعندنا خريجات وبعدين قفلنا التخصص. الحقيقة من يوم ما أنا منذ أن كنت في وزارة التربية والتعليم ونحن نطالب والنادي بهذا التخصص، لكن مو بس هو بس على وزارة التربية والتعليم، في عندك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في وزارة الصحة، كلها بحاجة لهذه التخصصات. أنا معك إنه الوزارات الأخرى أيضا محتاجة، لكن لما يكون عندك طفل وعندي طفل والتدخل المبكر هذا سيحميه، نعرف إنه يعني ما بودي الولد أنا للمستشفى، بودي المدرسة، والمدرسة تقول يتحولوا بعدين للمستشفى، بس المدرسة نفسها ما فيها التخصص. بس التدخل المبكر يعني الوقاية. صحيح. الوقاية من متى؟ من المستشفى، منذ الولادة. صحيح. احنا ما يستنى الى ان يوصل فينا الروضة ولا الحضانة. ما احيانا الاهالي يا دكتورة، اذا انت بعد معي في نفس الجانب هذا، الاهالي احيانا يكون عندهم نوع من الاهمال او يكون عندهم نوع من انه الولد طبيعي ولسه، لكن نوع الاعاقه لا يكشف عنها الا في عمر السنتين ونص ثلاثه زي اطفال التوحد. ايوه يعني انتم لما تكونون موجودين كتدخل مبكر تقول لا وقفوا، ترى الولد هذا وضعه كذا يبغى لنا نسوي، ينحط عليه على كويشن مارك علامه استفهام. شفتي يا دكتوره محتاج. كيف انا عارفه والله. انا عارفه وانا طبعا يعني دكتوره اذا تسمح لي بالمداخله. سعد لي مساك دكتوره. أهلين. يعني شهادة حق تقال الدكتورة واقفة بصفنا وهي من أكثر الأشخاص المؤمنة بقضية التدخل المبكر. قضية التدخل المبكر أنا جايبة ملف كامل من سنة تفضل. إيه تكملي. إيه من سنة 1434 مطالباتنا لجامعاتنا، جامعة الأميرة نورة وجامعة الإمام، مطالباتنا لوزارة التعليم، القضايا كلها بالخطابات مرتفعة، كل الإجابات. الدكتورة كانت معكم. الدكتورة من الأشخاص اللي مؤيدين مؤمنين بنفس الفكرة. على الأقل كانت واقفة ما أنكرت الدور. الصدمة اللي حصلت لنا وبدون ذكر أسماء، بس إذا احتاج الأمر أنا مستعدة أذكر الأسماء. الصدمة اللي حدثت لنا، إحنا لا نزال نطالب نطالب نطالب،
في القريب سمعنا عن برنامج ومبادرة التدخل المبكر وأقرتها الوزارة ويلا نشتغل عليها وجو المختصين وحتى بالمؤتمر ترى قبل أسبوع حق التعليم تكلموا عن التدخل المبكر ولا عندهم متخصصات ما في المدارس احنا نجي نقول ايش يقولون لا تزال قيد الدراسة عندك الأوراق لا تزال قيد الدراسة 5 سنوات قيد الدراسة بس الوزارة يعني مو معترفين بالأهمية طيب أو بالمختصين و3 شهور يدربونهم على فكرة ويمسكونهم طيب أنا بس شاكر للدكتورة فوزية على دفاعها عن بناتها شكرا لك دكتورة فوزية أخضر مدير عام التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم سابقا شكرا جزيلا لك يعطيك العافية أنا أرجع لك أختي لطيفة وزارة التعليم سوت مؤتمر قبل أسبوع وقالوا تدخل مبكر شفتها طيب يا وزارة التعليم تدخل مبكر والبنات اللي أنتوا درستوهم في الجامعات التابعة لكم ما تعينوا ولا لهم مسمى وظيفي وقاعدين تدربون ناس ما لهم دخل بالتخصص 3 شهور متأكدة 3 شهور لطيفة توين على ضبانتي أنا ترى هذا مو بأول لقاء لي ولا طلعة يعني ما أبغى أذكر أسماء ولا لقاءات لكن اللي بيبحث بيكتشف هذا الأمر أنا أتكلم أنه وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية مع وتمت إفادة المشكورين بأن تخصص التدخل المبكر يتم دراسته حاليا من قبل المختصين طالع التاريخ يعني قبل 5 سنوات لا يزال الدراسة لا تزال الدراسة أنا ما أعرف وين الحلقة يعني الناقصة يعني ما في أحد يقدر يقول خلاص تعالوا يا خريجات وتوظفوا وأمسكوا إحنا بنخفف عليكم ميزانية ليش تروحون تبذلون ميزانية في التدخل المبكر في تدريب غير المختصين وإحنا موجودين من الغير متخصصين يعني ممكن أي معلمة ممكن تروح تدخل مبكر عادي يدخل في المبادرة ممكن يجيك ترشيح طبعا أنت عارف كيف سياسة الترشيح في بعض الأحيان والله أنا ما أدري بس وزارة التعليم يعني شيء مؤلم للأمانة وزارة التعليم هذا الموضوع عندكم وبذمتكم زي لطيفة وزي زميلاتها شوية تدريب زيادة زي ما تعطون 3 شهور الناس مش متخصصين أعطوهم 3 شهور جربوا الفكرة تعاقدوا معهم مبدئيا بعدين رفعوا وقلوا أنه هذول متعاقدين معهم أي دبرة حتى أستاذي يعني على وزارة التعليم أبشركم ما ردوا علينا أنا طلعت معهم سابقا أنا طلعت معهم سابقا وطلع المتحدث وحدث نفس الحوار على قناة روتانا وما في فايدة يعني أنا يؤسفني كثرة الخروج اللي ما منه فايدة لا إن شاء الله في منه فايدة يا رب يعني بيسمعون كلامنا هم إذا سمعوا كلام مو بزين يتصلون علينا يزعلون بعد الحلقة والله ياريتهم يزعلون ونلقى حل ترى القضية ما هي بلك ولا لي هذه قضية يعني أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة في أعناقنا في أعناقنا يعني إحنا إذا ما أهلناهم واستثمرنا فيهم في تدخل مبكر في عمر مبكر صح. ما راح يجدي التدخل المتأخر وإذا إحنا نحكي عن مبادرات وأمور إيش الخسائر اللي ممكن تكون إذا ما تدخلنا مبكرا أول خسارة راح تكون إنك أنت راح يعني يصير عندك فرد غير ما راح يكون منتج راح يكون مستهلك هذا الفرد المعاق هذا أول شيء فأنت راح تخسر كدولة ميزانية أفراد معاقين غير مؤهلين ما فيهم استثمار لكن ما نحن دولة ومتوجهين لمسألة المبادرات والتحول الوطني والاستثمار وأن احنا نكون أفراد منتجين أقوى استثمار في نظري أنا لطيفة وفي نظر أي شخص مختص يرى أنه الاستثمار في الأشخاص وبالذات هم ذوي الاحتياجات الخاصة طيب أنت يدك أظن يعني تستقبلين بعض الحالات صح؟ طبعا أنا كنت مديرة مركز سابقا أيه؟ طبعا إدارتي للمركز لمدة 2 سنين خلتني أشوف بعيوني الأمر أنا عن كثب أبغى أشوف كيف يعني معاناة الأسرة بشكل مبسط أنه لما الأسرة تجي وما في مراكز متخصصة وهنا نعرف هالكلام وتكلمنا عنه ما في مراكز متخصصة وتكلمنا عن هالموضوع كثير وأنه يروحون لدول أخرى بس لما تجي الـ 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 الأم بطفلها أنتم وش قدرتكم أنكم تستقبلون قدرتكم بسيطة صح؟ في استقبال العدد هذا جدا انت تعرف يعني كل مركز يعني من المراكز الاهليه طاقه استيعابيه صح فما بالك لو كانت طبعا الاعاقات 3 مستويات في مستوى البسيط والمتوسط والشديد المفترض المستويات البسيطه والمتوسطه على طول تكون تحت وزاره التعليم ليش تروح للشؤون الاجتماعيه يعني من حقها انها التعليم والتعليم راح يجدي معاها حطونا حنا في البرامج التدخل المبكر منذ يعني على قولتهم نعومة أظافرهم في رياض صح. الأطفال راح تلقونهم سهولة دمجهم تماما يعني الأمر واضح ومطبوخ وجاهز بس أنا ما أعرف يعني أليس فيكم رجل رشيد لا الوزارة إن شاء الله فيها يا رب. يعني أشخاص إن شاء الله أنهم بيقدرونكم كبناتهم ويحرصون عليكم بإذن يحرصون على عيالهم واحد فيهم يتخيل أنه واحد من عياله في هذا يبغى المكان يبغى تدخل مبكر بس يعني هذه بس أمر بس يفكر فيه لوهلة ويشعر أنه أنا شخص ومحاسب قدام رب العالمين واقدر بقرار واحد انهي المشكله هالمؤتمر لكم حاضرين وقلت لهم ترى ما حضرنا بشر حضرنا ورحنا وتكلمنا قالوا تملصوا احنا رفعنا وكل طبعا على فكره شايف لا احنا عندنا كل قصتنا الكامله
بجميع الشواهد بجميع التقارير راح ترفع إن شاء الله للجهات المعنية اللي إن شاء الله بإذن الله إحنا نعرف أنها راح تنهي الأمر بإذن الله. أنا شاكر، راح يحاسب يعني أي شخص تسبب في التعطل 5 سنوات. طيب أنا شاكرك أختي لطيفة التويم، هالقضية بإذن الله أيضا سنطرقها ثانيا عشان وزارة التعليم يعني ما يزعلون علينا واجد. فأنا شاكرك أختي لطيفة، شكرا لك، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، شكرا جزيلا. في مكة المكرمة الفنانة هند موسى من فئة الصم، لوحاتها تتكلم للجميع عن الإبداع، عشقت المرسمة ولونت حياتها وحياة الآخرين. شوف هذا التقرير عن بنتنا ونرجع من ثاني. بريشتها الناعمة ولمساتها الإبداعية، الفنانة التشكيلية هند موسى، شابة من فئة الصم، شغفها حب الرسم، تخطت حاجز الخوف ووضعت بصماتها منذ الصغر في رسم العديد من اللوحات الفنية وإيصال رسالة الفن الإنسانية بأسلوب تشكيلي ناضج. أتعلمت معهد الصم في مكة المكرمة، أحب الرسم، أحب الرسم وأشعر أن يعبر عني منذ الصغر. تعلمت الرسم وزاولته من سن 8 سنوات، كنت أحاكي أختي في الرسم وأشعر أن كل ما رسمت أشعر بسعادة وأشعر أني يعني تخلصت من كثير من المخاوف. أتمنى أن أتواصل تعليمها الجامعي، وأتمنى أن تعمل كمدرسة رسم للأطفال من فئة الصم وأنها تدعمهم وتخليهم يساعدوا نفسهم ويتغلبوا على هذه الإعاقة. عائلة هند الداعم الأول نحو تحقيق الإنجازات والمشجع الرئيسي في تنمية وتطوير مهارتها الفنية، فبهذا الدعم تمكنت من تحدي الإعاقة وأخرجت ما بداخلها من طاقات إبداعية. دائما اللي يعيش عزلة معينة كونها عندها إشكالية في الصمم فيحب يعبر عن نفسه بطريقة معينة، فلقت الرسم الحمد لله، وحبة حبة جربت وأثبتت نفسها الحمد لله، والبيت الحمد لله الوالدة تحديدا الله يرحمها كان لها دور مهم جدا وساعدتها ووقفت معها، والوالد أيضا وأخواني جميعا. حسيت أنها إنسانة جدا طموحة، إنسانة في داخلها أشياء كثير هي تقدر تعبر عنها، بس يمكن كان غايب عنها هذا الشيء، ما هي عارفة الطريقة اللي تطلع بيها. فلما شافت أختي ترسم بدأت يعني تحاكيها في الرسم، فسبحان الله لقينا أن هي وجدت نفسها في الرسم وأبدعت فيه كثير وما زالت تبدع الحمد لله. أثبتت هند أن الإعاقة لا تعني الفشل بل تعني الوصول إلى قمة الأمل، فالإنجازات التي تحققت بحد ذاتها نجاح، وكأن لسان حالها يقول أنا هنا لأصنع بريشتي وأناملي لوحات تنير للحياة بهجتها. نادر العتيبي، الإخبارية، مكة المكرمة. نظمت الأندية الطلابية في اسكتلندا فعالية مشارب الأولى اللي أقيمت في إدنبرا، واللي تحدث خلالها 7 متحدثين سعوديين عندهم قصص نجاح عظيمة في نجاحهم ومثابرتهم إلى وصولهم إلى مبتغاهم. يذكر أن ترشيح المتسابقين تم بعد ما أتيحت الفرصة لعموم المبتعثين حول المملكة المتحدة، وانبثقت فكرة منصة مشارب لإبراز وإيصال صوت الناجحين والمؤثرين السعوديين لغيرهم من الشباب. وسيتم توثيق هذه التجارب ونشرها على منصة مشارب الإلكترونية لتعزيز المحتوى الرقمي العربي. وينضم لي عبر الهاتف من إدنبرا عاصمة اسكتلندا مؤسس منصة مشارب الأستاذ نايف البقمي. حياك الله أستاذ نايف. حياك الله، السلام عليكم. احنا كنا عليكم السلام كنا بنطلع معك سكايب بس عاد حالة الظروف، لكن أنا أبغى أعرف الفكرة هذه وليش اخترتوا مشارب؟ الله يحييك أخوي. صراحة راح أعطيك بعض التفاصيل حتى نعرف أولاً ليش اخترنا مشارب أصلاً، كلمة مشارب لأنه شيء مهم حتى نكون في سياق واضح ومحدد. أولاً صراحة أحببت أن يكون اسم المنصة من صميم ثقافتنا ولغتنا العربية، والتي هي بالمناسبة غنية بالكلمات والمصطلحات والمعاني. صحيح. لذلك مشارب أصلاً تعني المورد أو المنهل الذي تستسقى منه المعرفة، وكلما تنوعت مشارب الشخص أو أخذ علوم من مشارب مختلفة ومتنوعة
وجدته أوسع أفقا وأكثر إدراكا وتسامحا مع مختلف القضايا والشؤون، لذلك جاء هنا الاسم. طيب نعم. أنا مستغرب أنكم ما سميتوه يعني اسم غربي، لأنه أغلب المبتعثين عندهم متلازمة المسميات الغربية، فهذا عظيم. مؤشر مرة كويس. عظيم والله، يعجبني أخوي أنك انتبهت لهذه النقطة وأنك فعلا تلاحظ هذا، لأني أنا صراحة ضد هذا وضد يعني أخذ يعني بصراحة منتجات مختلفة سواء غربية وجبرها لتتسق مع ثقافتنا أو هويتنا، هذا غير صحيح. إحنا لدينا القدرة والإمكانية لنضع نصنع منتجاتنا ونساهم حتى في تغيير العالم بشيء من ثقافتنا ومن هويتنا. كيف تشوف تفاعل الناس معكم ومع هذه الفعالية رغم أنها الأولى؟ والله أخوي التفاعل الجمهور عظيم، الصدق الجمهور حتم علينا السير للأمام بعد هذه الفعالية، يعني لا تصدق كيف كان وقع هذا علينا بعد ما رأينا أمامنا، يعني بعد ما رأينا تعليقات الجمهور سواء على التجارب مثلا التطوعية مثل ما تفضل تحدثت أختنا عنها، أو بعد ما ذكر عيسى المستنير قصته مع المرض الفصام وتغلب على هذه الأمور أصبح أستاذا في الجامعة. صحيح. أو أخونا حسن الزائر الآن عرض منتج، أنا مؤمن وندعم إحنا في مشارب أن هذا المنتج راح يغير نمط صناعة المعاهد حول العالم. طيب نايف بس عشان بس تكون معي بالصورة، ترى أول كنا ماخذينك يعني بس صوتا، الآن صوتا وصورة، فأرحب فيك من جديد. الله يحييك. أنا أسألك عن يعني عن اختيار المرشحين اللي موجودين في مشارب، كيف يتم اختيارهم؟ صراحة احنا فتحنا فرصة للجميع، احنا نود أن نقدم المنبر للجميع، يعني تعرف احيانا في اشخاص عندهم تجارب عظيمة وافكار خلاقة لكنهم لا يجدون المنبر، لذلك احنا حاولنا أن نتيح الفرصة للجميع، فتحنا نموذج الجميع يستطيع التقديم على مشارب، ثم اخذنا هذه العينات وفي النهاية اضفنا ثلاثة مقاعد للمتحدثين، يعني الجمهور يقدر يرشح ثلاثة مرشحين حول بريطانيا، يعرفون تجاربهم يعرفون أفكارهم ثم يرشحونهم لمشارب من خلال الريتويت أو من خلال التفضيل، وجاءنا ثلاث أسماء عظيمة ورائعة. طيب بس خليني أسألك عن أبرز قصة أنت وقفت عليها يا نايف، أباك تذكرها لي باختصار. أنا ما ودي أتحدث عن هذه، احنا وصلتنا قصص كثيرة أخوي، ولكن لا أود المفاضلة لأني أنا شخص غير يعني لا يفترض مني أن أقيم. صحيح. هذه القصص وإنما يقيمها الجمهور، فلا ما ودي أحط نفسي في هذا المكان أني أفاضل بين، بالعكس أنا أرى كل شخص لديه قصة عظيمة ومميزة، لذلك نحن لم نحاول أن نجعلها مثلا في مسابقات يتم عملها على شكل مسابقات، لا، احنا نؤمن أن كل شخص قصته في مجاله مختلفة ويمكن وهي عظيمة يعني بحد ذاتها. طيب أنا ودي بس تفضل. إيه يا حبيبي، أنا بس كان ودي أتكلم عن مشارب. ليش حنا هذا السؤال سألتني في البداية لكن ما جاوبتك عليه، ليش حنا نبغى مشارب؟ أول شيء لازم نذكر النقطة هذه من البداية من باب العرفان، حتى هذه الفعالية قام على تنظيمها عدد كبير من الشباب المنظمين في الأندية الطلابية في اسكتلندا، وأحب أن أشكرهم باسمكم وأهدي لهم نجاح أول فعالية. ثانيا احنا مشارب احنا محتاجينها الآن بشكل ضروري. لو تسألني ليش، أنا راح أقول لك أن عقول البشر مهيئة للتعامل فيما بينها أو الترابط إذا كانت السوالف أو المواضيع على شكل قصص، وهذا ما اكتشفه علم الأعصاب أو ما يثبته علم الأعصاب، لذلك نحن الآن مع رؤية 2030 يفترض أن يكون عندنا نافذة إلى العالم، نحتاج قادة الشركات ونحتاج الابتكارات والمؤلفين وكل شيء عندنا وطني أن يتسق مع هذا المنتج الوطني ونقدمه للعالم. انظروا إلى الرواية التي نصنع عن أنفسنا، انظروا إلى منتجاتنا إلى ابتكاراتنا إلى المبدعين عندنا من خلال نافذة مشارب، فهي تتسق مع رؤية 2030 حتى، وفي نفس الوقت راح نصنع رواية تراكمية، يعني مثل ما تقول رواية أو فيلم لهذه المرحلة كل الأشياء اللي عندنا. نحتاج أن نحكي للعالم، العالم عنده قصة الآن، أو إحنا لم نحكي عن أنفسنا في الأصل، يعني الروايات الموجودة سواء متوهمة أو مغلوطة، فجاء الوقت أن يكون هناك المنبر الوطني
تتسق مع كل المنتجات والأشياء الوطنية حتى نعرضها من خلال طيب العالم على شكل قصة. طيب هدفكم القادم في مشارب بعد المرة الأولى هذه اللي صار فيها التجربة وصار فيها هذا العمل الكبير، إيش هدفكم في المرحلة القادمة؟ أن نكون منتج وطني يعمل مع رؤية 2030، حتى أيضا نقدم تجارب العالم العربي من خلال هذا المنبر، نقدم أفكارهم وتجاربهم الخلاقة إلى العالم بإذن الله. طيب الحضور كان مقصور على السعوديين ولا الحضور عام؟ في نقطة مهمة وأنا أخوك، الحضور لم يكن مقصور على السعوديين، حنا كنا نستهدف العرب والجاليات العربية والإسلامية الموجودة في بلدان الابتعاث حتى نريهم هؤلاء السعوديين وهذه قصصهم وطموحاتهم وشغفهم وإنجازاتهم وتجاربهم. حنا الآن عندنا وفر كل شيء، عندنا أموال، عندنا طاقات، ولكن نحن نحتاج أن نبرز التجارب والأفكار الخلاقة، أن نظهرها إلى العالم، وخصوصا حتى عالم العربي يحتاج أن يرى هذه التجارب والأفكار الخلاقة. أنا شاكر لكم مقدر مؤسس منصة مشارب أخوي نايف القمي، الله يرجعك لنا بالسلامة وجايب الشهادة الكبيرة بإذن الله. شكرا جزيلا لك. ألف شكر على التفاصيل. الله يحفظك يا سيد، شكرا. هذه نهاية حلقة اليوم، لكن في كلمة قالها، في كلمة الملك سلمان في القمة، قال الملك: ليعلم القاصي والداني أن قضيتنا الأولى هي قضية فلسطين. استودعكم الله، مع السلامة. We'll be right back.